كاين لا حبوبه لا والو. جميع المواصفات فيه. هذاك الشيء عنده حتى العين كحله من الجهه الاخرى. كلشي العين كحله حتى من هذه الجهه. واحد 114 الاخوان. اش جينا نستنى الحليب لتنايا؟ لتني. تني. لا 114 الاخوان. وبالنسبه لهذوك الاخرين؟ شحال تباعوا اخر شحال خرجوا؟ واحد 120 و 116. هذا اللي 116 ولا 120؟ وهذاك مول 116. هذا 116 والاخر 120. 6000 درهم الاخوان باش تباع والاخر 116000، يعني 5800 درهم. تقلب حولي بدا تقلب حولي. قلب حولي دير لي سومتو. حتى راه كاين الثمن والله إذا كاين الخير موجود وأنا خويا كاين الثمن. أنا الخير موجود كاين الثمن. كاين الثمن. والسلعة. ورا فيه المواصفات ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي على سواد. 175 لعاب بالنسبة للسن اثنين قلتي لي. مركز اش بلاصه ولاد عيال. بالنسبه للبيع شحال قلتوا لهم؟ 10000. 10000 درهم من الاخوان اللي بغاو فيها الناس. كاين الجوده؟ لا الجوده الثمن كاين. دابا تخلط الجوده مع الثمن. غادي تحلم الصوت. ياك الله يصايب. الله يجيب لكم التيسير. الله يبارك فيك. الاخوان بغاو فيه 10000 درهم الناس ديال ولاد علي. بالنسبه للاخوان ديال لانوكو لا صفا كاين لا حبوبه لا والو. جميع المواصفات فيه. هذاك الشيء عنده حتى العين كحله من الجهه الاخرى. كلشي العين كحله حتى من هذه الجهه. 175 لعاطي اش عاطي؟ 175 175 الاخوان اثنين. اللهم بارك. الناس اللي بغاو سلعه غليظه هذا الفيديو راه يكون خاص صعب السلعه الغليظه. سامع هذه الخيره ديالنا؟ 80 4000 درهم. 4000 درهم الاخوان. هذا دابا كسابي ولا العيد ولا؟ لا هذاك هذاك السابي ولكن عندك السابي. ها؟ يعني تيخدم بجوج بالنسبة للعيد وبالنسبة للكسيبة. واه خصنا الحليب هذا. هو راه قبيحة. راه واكل مزيان. ياك؟ راه ضارب بالسخونية. ضارب الماكلة مزيان. الله يجيب لك التيسير. بارك الله عليك. الله يحفظك. الله يسلمك. بالنسبة للإخوان هذول اللي ثابتة هي 108 وباغي فيهم 115. هي ثابتة. 108 هي اللي ثابتة. وباغين فيهم 115000 يعني 5750 درهم اللي بغاو فيهم الواحد. بالنسبه للاخوان هادو راه عاطينهم 82 جمله وشحال قطعوهم؟ شحال قطعتهم؟ السيد مازال ما عرفش شحال قطعهم، المهم عاطينهم 82. 125 الاخوان. اش دير بالسن؟ ستاتي. درجة مع الإخوان. ستاتي ستاتي. ستة وثمانين اللي عاطين كل اللي بغيت؟ اللي عاطين. اللي عاطين شحال قلتي لهم؟ 90. بالنسبة للإخوان عاطينه 4300 درهم وباغي فيه 4500 درهم. الله يجيب لك التيسير. كتشوف الاخوان الخير موجود هنايا. الخير موجود اللهم بارك. الغنم موجوده كما تشاهدوا معنا اللهم بارك. كاينين درسات 50 كمان ديال الطانو. الغنم الاخوان كاينه خير موجود. خير موجود الاخوان خاص عرف الشهري.
سلعه. خير موجوده. خير موجوده الاخوان. شحال؟ 86. اش دايره في السن ديالك؟ 86 اللي بغيت ولا اللي عاطين؟ 86 اللي عاطين. شحال قلتوا لهم؟ قلنا لهم 90. 90 يعني 4500 درهم. وهذه شباب بحال بحال. تا هما سنان الحليب بجات. سنان الحليب. اش من مرقد هذا؟ ولاد عياد. ولاد عياد ديال سوق السبت. سوق السبت. مرحبا. تحاور راحة. 86. 400. اش دير في السن ديالو؟ تني. تني. 86 و 400. 400 ما بغيت دير ولاد عزوز. ولاد عزوز. بالصحة وراح العيد ان شاء الله ياك. عندها الاخوان راه خرج 122. اش دير في السن ديالو؟ سنان الحليب. سنان الحليب. بالصحة وراح العيد ان شاء الله ياك. 79. 79 الاخوان. سنان الحليب ياك. سنان الحليب 79 كلشي عيش ياك كلشي سنان الحليب مزيان بالصحة والراحة العيد إن شاء الله ياك إن شاء الله بالصحة والراحة فين كاين الطروبي فين؟ هنا هو اللي 116 هذاك اللي تيقلب فيه السيد والآخر اللي حدا من ليه هذاك اللي قرب لي هذاك عاطين 102 102 هذا عاطين 106 100 104 104 سنان الحليب ولا تنيك؟ تنيك يكون 104 مرقد عام من فقيب مسار؟ مرقد قرا بروج صحة وراحة هذاك اللي قلتي لي هذاك اللي باين دابا بوحدو 116 هذاك اللي وراه 102 هذا تاهو ثنية كاملين كلهم ثنايا 116 الاخوان مزيان لا كيدير الثمن اليوم هنايا في السوق هادو الاخوان راه ديال القراقرة ديال بني مسكينة هادو ثنايا كاملين شحال هذاك خير شحال سامع شحال 160 اللي عطاو جملة وبالنسبة للفرادي 150 ثنايا ولا ثنايا الحليب المرقد هادو منين؟ هنا في قيم صالح بس العام مليح اللهم بارك وبالنسبة للفرادي هذاك بوحدو هذاك هذاك شحال تباع؟ 100 7500 7500 فين هو الغلاط فيهم؟ الغلاط تباعو 170 باش تباعو باقي عندكم شي سلعه؟ باقي خير موجود شي واحد باش يبان هاكا حاولي راه ما تشد بوحدو حتى يبان هاكا شتي حتى بغاش يتصور شوف حيد حيد تلقوا دابا حيد شدني مع شدني مرحبا هذاك في واحد الحبوبه هنا معليش هذه تباع بحال هذه دابا باريا هذه كلها شنو باريا باريا باقي والله باقي عبد هادي هذا يلا يلا يكسر هذا وانت دار اخذناها 130 130 باش تخرجوا اه اسنان الحليب وثنايا غادي للمديون هادو